انك يعني اول مره واخر مره ما تقصش عليا دو تروا مينوت. لا ما فماش دو تروا مينوت. خليني نكمل. فماش كتاب. لا لا خليني نكمل. لا مش باش نخطب. ما جيتش باش نخطب. انا جيت بور رياجيغ وكاو باش نعطي رايي. تفضل اسمعني. علاش احنا لهنا اليوم معناها في 2019 يعني ظاهره الحكايه وعلاش طلعنا به القروي نحلوها. علاش طلعنا به القروي؟ خاطر الناس كرهت السياسيين الكل بالنهضه بالنداء بالتجمع بورقيبه بالمعارضه. سيتو بلاي خلينا نتكلم. شنو هي؟ تلاحظ كما كونسي لول وريالمون هذاك هو اذا باش تكملوا كيك وتبدا تعمل في قوانين وكذا واحد باش يطلع له باش يتحط رئيس واش راسيل ماشي للصومال وين رئيس يا ولدي؟ يا ولدي سيتو بلاي خليه خليه بالله خليه يكمل حديثي خليه بري طبعا اني انسان عندي ثقه في روحي باغ اكزومبل مش نحكي معناها على روحي عندك ثقه في روحك خليه يكور وريني انت حاجه من خير منه ما تعودش ما تعودش يكور في اطار القانون شنو هي؟ يكور في اطار القانون مش يكور وحده يا ودي اذا عندك ثقه في الشعب التونسي اللي هو باش ينتخبك انت علاش تلست فيا باش ينتخبك؟ يا ودي يزي لعبات تتفرج فينا ملايين يضحكوا علينا يضحكوا يا ودي فرنسا تضحك علينا الجزائر تضحك علينا تضحك علينا الكره يكور في اطار القانون القروي يتحط رئيس دوله بزوز حقوق ما يتحطش ما يتحطش يعملوا له يعملوا له احنا اغبياء بحكه تبات تشتريني انا انت شريتها هو الا السياسيين يجيو يهدوا مس الشعب من اليد اللي توجع اي جو نعطيكم نذكروا بعضنا في الانتخابات باش تشري الشعب التونسي مازال مش واعي خم كان في نهار غدوه ما فماش شكون بديل يقولوا 10 سنين وانت زيد كمل حلوا اللعب هو باش يشري يا ودي عمل له كيما قال سي برهان عمل له اجباريه مناظره سياسيه قدام الناس الكل وريني برنامج الشعب اللي يتشرى بالطماطم يفهم مناظره سياسيه يقول لك كونتروديه هو ما تكلموش مع بعضكم هو ما قدرش هو فشل في قناه تلفزيه يا اخي الشعب التونسي باش يعطيه دوله كامله شو قناه فاشله معليش علاش فاشله قناه فاشله اش فيها القناه نعم رايه بس حاجه اخرى القناه حاجه اخرى يا ودي هذا اداره هو ما دارش قناه باش يدير دوله